معصرة الزيتون التقليدية هي إحدى عادات الجزائريين لاستخراج الزيت بطريقة قلما تستعمل فيها الوسائل الكهربائية والمواد الكيميائية، وهذا ما يجذب إليها الزبائن من عدة ولايات. زيت الزيتون ندوا احنا خاطر مضارين ناكلوها، نشربوها شغل ندوا، نشربوها ناكلوها بالسلاطة ناكلوها. مليحة المفاصل، مليحة المفاصل، مليحة للإنسان العظم، قوي العظم، وفيها الصحة، فيها الصحة. ولأن الطلب على زيت الزيتون يكثر في هذا الموسم، يفضل الزبائن اقتناءه مباشرة من المعصرة للتأكد من مصدره ومدة صلاحيته وحتى جودته. اللي راح ياكل الزيت راح ينقص صوالح واحد اخرين، وفي نفس الوقت راهي دواء، معناتها صحيا وماديا. الفرق ما بين المعصرات التقليدية ما بين لوندستريال، المعصرات التقليدية هي الزيت تخرج هي لا فيرج، معناتها الزيت ما تنحركش، تبقى هي على اصلها. اما اللاندستريال يخرج الزيت اكثر منه، وفي نفس الوقت راح تخرج خفيفه. معصرة الزيتون التقليدية أبى الزوال طالما يبقى الإقبال عليها كبيرا، خاصة في ظل غياب أي مواد إضافية أو سوائل كيميائية يمكن أن تشكل خطرا على صحة المستهلك.